في الولايات المتحدة الأمريكية. هذه قوة قتالية ليست قوة تدريبية، ولديها تجارب كثيرة جدا، ومنها إلقاء القبض على صدام حسين الرئيس العراقي الأسبق. برأيك سيدي الكريم، يعني دخول هذه القوات هل هو جاء فقط فعلا أمرا روتينيا، أم أن هنالك شيء ما؟ هناك شيء ما يجري على الأرجح، وهم يستخدمون ربما صلاحياتهم بموجب قرارات الحرب لأنها قوات قتالية. لا أعلم ما هو الهدف، وكل ما أعرفه هو ما قرأته في الصحافة. ربما يكون هناك شيء يجري وراء الكواليس أنا لست على علم به، وأنا متأكد بأن وأتمنى أن يكون ذلك قد تم بتعاون وتنسيق قريب ووثيق مع القوات الأمنية العراقية. هذا شيء يجب أن ننظر إليه بنظرة أقرب، ولكن من الواضح بأن الولايات المتحدة تشعر بأن لديها هذه الصلاحية تحت قرار الحرب العام 2002 لتفعل ذلك وأن ترسل قوات قتالية. ربما وجدوا بعض التهديدات في بعض المناطق. هل طلب الجيش العراقي أو الحكومة العراقية وجودهم؟ لست أعرف الإجابة على هذه الأسئلة، ولكنني أطرحها فقط. طيب الآن برأيك، يعني هل بإرسال هذه القوات وإبقاء قرارات الحرب، هل يجب أن يفهم العراقيون الآن بأن الولايات المتحدة الأمريكية تنظر إلى العراق بعين مختلفة مقارنة بأفغانستان؟ التهديد حقيقة الآن هناك تهديد من نوع ما يدفع إلى إرسال هذه القوات إلى العراق. طبعا يجب أن تكون هذه القوات موجهة لمكافحة داعش، ولكنهم أتوا بدعوة من العراق، ولكن هذا ليس هو الحال في أفغانستان. هناك نقاش وحوار بأن الولايات المتحدة ربما تضطر إلى العودة إلى أفغانستان، وبدأنا نسمع من صناع القوانين في أمريكا تقول بأن إذا طالبان أو داعش قد شكلت تهديدا في أفغانستان فسوف نعود. فهناك حقيقة نقاش، ولكن على الولايات المتحدة أن تقيس ما هي أولوياتها في أولوياتها للأمن القومي في تلك المنطقة. أنا تفاجأت حقيقة بأن الولايات المتحدة قد تخلت عن باغرام لأنها في منطقة مركزية، ومن وجهة نظر الأمن القومي الأمريكية هي نقطة هامة لمراقبة إيران وروسيا والصين وحتى باكستان وحركة المجموعات الإرهابية ضمن أفغانستان. ولكن سحب كل القوات بما في ذلك إغلاق باغرام، فهذا يبين لي بأن بايدن، وهو بايدن لوحده هو الذي اتخذ القرار بسحبهم، وأن أولويته في مكان آخر، وهو قد سحبهم على الرغم من توصية وزارة الدفاع، وأنا أعرف ذلك، أعلم ذلك علم اليقين. طبعا أن توجهه هو إلى الشرق أكثر، البقاء في الشرق الأوسط لا يهمه حقيقة، بل هو يتوجه إلى الشرق أكثر، وهذا يجعل ذلك مقلقا للدول في هذه المنطقة حول كيف سوف يتحدون معنا اليوم للتعامل مع هذا الوضع. أنا أعرف أنه في اجتماع منظمة التعاون شانغهاي كانت أفغانستان هي تركيز كبير لأجندة هذه المنظمة حول كيفية التقدم في المستقبل حيال أفغانستان. اليوم هم يحاولون علاج موضوع الأمن في أفغانستان.